السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الميد جورني طبعا هو أشهر موقع بيقدر يحول التكست لنصوص، لكن هو مش الوحيد. طيب إيه اللي خلي الباقي ياخد وضعه؟ إن الباقي بيديك صور كتيرة مجانا، تمام، بعضهم بيصل لألف صورة في اليوم، يعني كأنه مفتوح معاك ما حدش يعني هيقدر يعمل الصور كلها. زي ما انت شايف في ناس عاملين حاجات حلوة قوي، تصميمات داخلية والحاجات دي كلها. طيب الموقع التانية ممكن اسيب لكم الرابط اسفل الفيديو، في stockimage.ai. في عندنا مثلا انا حاليا مثلا شغال بايه، ده اللي انا شغال بيه اسمه blowwillow.ai. طيب كل اللي انت عليك نفس اللي انت بتعمله في الميد جورني، هتيجي هنا وتدوس العلامة ديت، هتلاقي حاجة كتير طلعت لك، تمام. ممكن مثلا تقول له انا عايز اعمل ايه بينج، او عايز مثلا تدور لي على صور معينة في النت، مش لازم في الموقع ده بس، او ديسكريبشن ادي له صوره هو يبدا يوصفها لي. طيب هي اشهر حاجه ان انا بقول له ايماجين، وابدا اقول له اتخيل لي حاجه او ارسم لي حاجه. خليني مثلا اقول له اعمل لي فيكتور لوجو ويز ليتر او، ونشوف اللوجو هيبقى عامل ازاي. اهو اعمل لي لوجو بالشكل دوت. طب انا احسن واحد فيهم اللي عاجبك ده، 1 2 3 4 مثلا، ممكن رقم 3 مثلا عاجبك، فتدوس على دوت بحيث ان هو يهتم بيه اكتر، وده تقول له انا عايزه مثلا الفيرجن 4 وهكذا. وممكن تقول له انا مش عاجبني ولا واحده، عايزك تعمل لهم ريلود. طيب وانت بتكتب الكود تحت هنا، بص على العلامه ديت، دي مش مجرد بيحط رمز، دي حاجات بتفرق جدا معاه. يعني في مثلا حاجات تقول مثلا انا عايزك الصوره تكون مبتسمه، الصوره تكون فيها نور وهكذا، دي شويه اعداد بتحسن لك الجوده، تمام. طيب خلينا نشوف موقع جميل جدا بيساعدني في ان انا اكتب البرومت، ماشي. يعني انت مثلا كتبت هنا وقلت له انا عايز مثلا تخيل لي، وقلت له مثلا هاوس، ماشي. طيب اني نوع من انواع المنازل؟ تعالى بقى على الموقع ده وقول له بيلدر. الموقع ده فيه كميه لا يمكن تخيلها من الفلاتر اللي ممكن الواحد يستخدمها، يعني الاف الصور. ممكن تقول له مثلا انا عايز حاجه بالشكل دوت، او عايز حاجه انا بالشكل ده، او بوك كفر، او كل اللي عليك تبدا ان انت تختار اللي انت عايزه وتنسخ اللي انت عايزه، تمام. طيب انت عايز ايه بقى؟ مثلا في ارتست، في فنانين كتير، انت انا واحد فيهم اللي الفن بتاعه عجبك مثلا الان لي، تمام، خلاص هيبدا ان هو يحط لك هنا. هتعرف على انواع كتيره مثلا من انواع الكاميرات، انا الصوره فيهم اللي عجبك، وليكن مثلا الصوره مثلا ديت حطها لك هنا، تمام. طيب اني اركتكتشر، حاجات بقى بتاعت العماره، فيبدا يجيب لك حاجات كتيره تختار انت بقى حاجه جاهزه خالص، تمام. يعني ممكن اقول له انا عايز ديت مثلا، فيبدا ان هو يختاره لك، هتقول له كوبي، تمام، وتبدا ان انت تحطها هنا، تمام. طيب هو اوتوماتيك حط لي الايمج، وهبدا اقول له انتر، فشوف طلع لك الصوره بالشكل ده، وتبدا انت تشوف اي تصميم اللي انت عايزه. فهنا الموقع ده هيفيدني، بدل ما انا مثلا افكر في انهي الاناره اللي انا عايزها، اقول له مثلا والله انا عايز الاناره ديت، تمام. خليني اقول له ريسيت، واقول له مثلا انا عايز الاناره دي، ماشي، وعايز مثلا كان في لعبه مثلا بالشكل دوت، وعايز مثلا اركتكتشر حاجه عماره مثلا بالشكل دوت. طبعا دي خلطبيطه خلطبيطه بالصلصه، مش هي دي الصح يعني، بس دي تخيلها. طيب هنا بقى هقول له ايه، ايماجين، واجي بقى هنا انا محتاج ادي له بقى الحاجه اللي انا عايزها، تمام. ممكن تقول له بقى انت عايز مثلا زي ما انت عايز، شوف بقى عايز تعمل حاجه مصريه، حاجه فرعونيه، زي ما انت عايز، فيبدا يعمل لك الصور بالشكل دوت. لو مش عاجبك مجرد تقول له ريلود، يبدا ان هو يكون لك الصور تاني. لو عايزه يجيب لك اصدار معين، تبدا تقول له مثلا فيرجن 4، أني صورة من دول اللي عجباك. فالموقع دوت، وفي مواقع تانية بنفس الفكرة،
هتوفر عليك وقت كتير قوي، ان انت بدل مثلا مش حافظ كلمه اني اناره فيهم، تمام، فمجرد تختار هو يبدا ان هو يكتبها لك، عاجبك الاناره دي علم عليها، تمام، هو يبدا ان هو يختارها لك.